زين، ثلاث حلقات ما تنساها بتاريخك. ثلاث حلقات ما انساها بتاريخي. ما ادري بس انه هواي اشياء ببالي. طبعا اكو هواي بس لازم اكو ثلاثه مميزات. ما ادري. حلو. البديات ما ادري يعني هواي اشياء هواي كل شيء. لا رياضه ولا فن ولا حلقه عالق بالذهن. ابدا يعني كل انا عاملهم كلهم سواسيه فما عندي يعني. حلقه ندمت على تقديمها؟ لا. أبداً. أبداً. مهما كانت سيئة أبداً. أو جيدة. لا لا أنا ما أندم على شيء. ممتاز. ضيف أمنيتك تستضيفه وما صارت الفرصة. سؤال صعب. والله ضيوف أحبهم صراحة. أنت تحكي فني لو رياضي؟ براحتك. أترك الأسماء لك. لا فني. وكل شيء يعجبني مثلاً كاظم الساهر. عندي أسئلة هواي بقلبي أرد أسأله إياها. زين. وأكو من ضمن الأشياء اللي ممكن يقول لك الشخص من يكون قريب عليك ممكن تتغير نظرتك عليه من يكون قريب ممكن إذا ف. يعني واحد من أصدقائي ممكن تقول لي أقول أنا أتمنى أجيبه وحاوره يقول لي لا أجوز كرهه ممكن وجهة نظر صح ولا فخليه بعيد وتحبه أحسن زين على مستوى الرياضة على مستوى الرياضة باعتبارك الآن رياضة بالضبط بالضبط منو اللي ممكن نشوفه بريديو أو برنامج آخر أريد محلي وعالمي محلي هواي يعني كل هواي ممكن أي ضيف يجي هو مهم بس عالمي ما أنا أشجع برشلونة فممكن ميسي بس ميسي طلع ها؟ لو انت ما محدد لا لا انا حبك لهذا الشخص يعني هسه انت باريسي لا انا احب ميسي ما احب لا فرق شجع باريس فرق لا 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 انا احب باريس ريال مدريد شجعت من باريس ريال مدريد ريال مدريد اكيد لا 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 تقيسني انا احب برشلونه كفريق طبعا واحب ميسي كشخص انا من ميسي هذا الظاهره لو لاعب لريال مدريد ما كان حبيته لا 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 انا احبك كشخص ما خص الفريق يعني سواء راح لباريس سان جيرمان شنو أنا